أهلا بكم إلى المشهدية من الميادين وفي مشاهدها لليوم. القرم يحذر من محاولة تأجيج الوضع الدولي حول شبه الجزيرة. ماذا خلف التحركات التركية الأوكرانية الأطلسية؟ خسائر مدوية للتحالف السعودي على جبهات مأرب والأصداء تتردد في واشنطن. ماذا نقل الإعلام عن مخططات بومبيو؟ في اليوم العالمي لذوي الإعاقة طريق النضال طويل. مانشستر يونايتد رهين هاكرز اخترقوا نظامه الإلكتروني. بين الفدية والغرامة أي خيار؟ القرم شبه الجزيرة في قلب الحدث من جديد. أوكرانيا وتركيا تتحركان، محادثات ومنصة مشتركة وصفقة طائرات جديدة. الهدف تأجيج الوضع كما يراه المسؤولون في شبه الجزيرة، لكن الأمر محسوم لديهم، فالقرم روسية. بالأسلوب الديماغوجي وصف رئيسها اتهامات الحلف الأطلسي حول تعزيز روسيا قدراتها في البحر الأسود، هو تبرير لزيادة الحلف قواته في المنطقة. فالناتو يوسع مساحة أنشطته في مياه البحر الأسود ويجذب إليها الدول غير الإقليمية. التأكيد جاء من موسكو. يتزايد عدد دخول السفن البحرية التابعة للناتو إلى موانئ الحلفاء والشركاء في البحر الأسود. طائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة تحلق على طول الحدود الروسية. يجري تحديث البنية التحتية لبلغاريا ورومانيا، ويتم نشر أسلحة هجومية على أراضيهما. أمام هذه المشاهدية مشاهدينا، نحن الليلة كالعادة سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، ماذا تريد تركيا من تطوير العلاقات مع أوكرانيا تحت عنوان منصة القرم؟ ثانيا، من يحرك الأوضاع في منطقة البحر الأسود؟ ثالثا، كيف تقرأ روسيا المحادثات التركية الأوكرانية وتحركات حلف الناتو؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا سنطرحها على ضيفتنا في المشهد الساخن لليوم، مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية السيدة إلينا سوبونينا. أهلا بك سيدة إلينا مباشرة معنا من العاصمة الروسية من موسكو. أكثر من تصريح سيدة إلينا خرج من القرم للرد إن كان على التصريحات الأطلسية أو على التصريحات التركية والتي هي تعتبر أيضا جزء من الأطلسي، لكن الأبرز جاء في بيان أو ردا على بيان الأطلسي جاء من رئيس القرم سيرجي أكسينوف، الذي اعتبر أن كلام الأطلسي عن تحشيد عسكري روسي في القرم هو لتبرير زيادة وجود الأطلسي في البحر الأسود. بداية نريد أن نفهم لماذا الآن الأطلسي يصعد بوجه روسيا ويتهمها بأنها تحشد عسكريا في القرم؟ نريد أن نعرف بداية عن هذه النقطة. مساء الخير. روسيا تنظر بقلق لما يحدث حول شبه جزيرة القرم، وأكيد أن موسكو ومواطني روسيا يعتبرون شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، هذا جزء تاريخي لروسيا، روسيا لن تتخلى عن شبه جزيرة القرم أبدا، وفي ناتو يعرفون هذا الشيء. لماذا الآن هذا النشاط من قبل الحلف الأطلسي؟ أعتقد أنه هذا في إطار حفلة الوداع لرئيس دونالد ترامب، وهو يؤجج الآن وين مكان بما فيه الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني وبما فيه شبه جزيرة القرم. سيدة إلينا عذرا على المقاطعة، هذه نقطة في غاية الأهمية. أنت تعتبرين ما يحصل الآن من تواجد أطلسي وتعزيز الوجود الأطلسي في البحر الأسود يدخل في نفس الإطار الذي هو الاستفادة من الأيام المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هل سيكتفي الأطلسي ومعه ترامب بموضوع التأجيج أم قد يذهب أبعد من ذلك؟ لأن البعض يتحدث عن إمكانية أن يلجأ ترامب إلى مغامرات غير محسوبة ومفاجئة في هذه الأيام المتبقية. بالنسبة لمغامرات دونالد ترامب غير محسوبة، فحسب رأي أكثرية المحللين الروس فهي حتحدث ليس في شبه جزيرة القرم أو حواليه، أما في الشرق الأوسط مثلا في
إيران وحواليه، فهذا هو متوقع. ولكن تأجيج نوعا ما حول شبه جزيرة القرم أيضا يمكن. ما هو مقلق أكثر أنه هذه الأجندة هي ليست فقط أجندة دونالد ترامب، أما هناك كثير من الدول أعضاء في حلف ناتو هي تريد أن تستمر هذه المواقف لدى أمريكا. خاصة نستطيع أن نتحدث حول أعضاء حلف ناتو الجدد وهذه الدول من معسكر الاشتراكي السابق. فنعم الخطر هو هو اللافت أيضا سيدة سوبونينا بما تفضلت به قبل قليل أيضا أن هذه التحركات وهذا التحشيد في البحر الأسود يتزامن مع تصريح لافت جدا كان للرئيس البيلاروسي لوكاشينكا عندما تحدث عن أن لاعبين دوليين يريدون دفع الأمور إلى الفوضى، إلى فوضى عالمية على مستوى العالم. هل يمكن الربط ما بين الأمور أيضا أن هناك فعلا اليوم من هم يدفعون هذا العالم إلى الفوضى وربط كل هذه التطورات بما قاله أيضا لوكاشينكو؟ نعم أنا أتفق مع هذا الطرح، لأنه إذا أخذنا مثلا شبه جزيرة القرم فهناك تنسيق ما بين أعضاء هذه المنظمة. هذا التصعيد الآن على المستوى السياسي هو قد جاء مباشرة بعد اجتماع وزراء الخارجية لهذه المنظمة. فأكيد أن التنسيق هو موجود، ولكن بالنسبة لتصدير المشاكل الداخلية عبر التصعيد على الصعيد الدولي فهذا أيضا وارد، وهذا يحدث وقد حدث أكثر من مرة. مع انتشار فيروس كورونا الأوضاع الاقتصادية تتدهور في أمريكا، في دول أوروبا، وين ما كان، فهم يبحثون عن مشاكل غير ويريدون أن يصعدوا في مناطق غير هذا للتأثير على الرأي الاجتماعي أيضا في داخل هذه البلدان. على كل حال كان اللافت أيضا سيدة سوبونينا الحراك التركي باتجاه أوكرانيا وزيارة لوزير خارجية أوكرانيا إلى تركيا. سنتحدث عن هذه النقطة، ولكن قبل ذلك مشاهدينا سنقف نحن وإياكم مع هذا التقرير السريع عن العلاقات المتأرجحة وعلى وقع التطورات في المناطق الساخنة حول العالم التي تجمع تركيا وروسيا من سوريا إلى ليبيا إلى مياه شرق المتوسط والقوقاز، وصولا إلى المواقف والتحركات المرتبطة بالقرم. إذن كان هذا مشاهدينا فيما يخص هذه العلاقة التركية الروسية. سيدة سوبونينا كان لافت زيارة قام بها وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا إلى تركيا، التقت شاووش أوغلو. أوغلو مباشرة رحب بمنصة كييف وقال أن تركيا تدعم هذه المنصة، وتحدث عن تعزيز علاقات خاصة على مستوى التعاون العسكري والصناعات الدفاعية. بداية قبل أن ندخل في تفاصيل هذا التصريح ودلالات هذا التصريح، برأيك هذه التحركات التركية وهذه التصريحات التركية هل هي منسقة مع ما جاء أيضا في بيان الأطلسي أم أنها ليست منسقة ما بين الطرفين؟
تركيا من زمان تبني علاقتها مع أوكرانيا، ولدى تركيا كل حق لهذا، فروسيا تفهم هذا بشكل جيد. ولكن الاجتماع حلف ناتو الأخير قد أشار إلى وجود التنسيق ما بين أعضاء هذه المنظمة بالنسبة للبحر الأسود، وهذا هو مقلق بوجهة نظر روسيا. في نفس الوقت الأمور ليست سهلة لهذه الدرجة حتى لأعضاء حلف ناتو، فوضع تركيا هناك وليس سهل، وهذا أيضا واضح لمحللين روس. لنذكر مشاجرة كلامية في نفس الاجتماع ما بين وزير الخارجية التركي تشافوشوغلو ونظيره الأمريكي بومبيو. أمريكان ينتقدون تركيا بأسباب عدة، بما فيها سياسة تركيا في ليبيا وفي سوريا وفي الشرق الأوسط بشكل عام، فتركيا بحاجة لروسيا، هذا أيضا واضح للجميع. ولكن سيدة سبونينا، بالرغم من أنه تركيا بحاجة إلى روسيا، أيضا تشاوش أوغلو كما ذكرنا قبل قليل أعلن تأييد تركيا الواضح لمنصة كييف، ومنصة كييف تسعى إلى ما تسميه استعادة القرم. هنا هذه التصريحات روسيا كيف تنظر إليها؟ روسيا كيف يمكن أن تتعامل معها وهي تتحدث عن تحشيد للأطلسي في البحر الأسود؟ بنهاية المطاف نحن نعرف جميعا أن تركيا هي جزء من الأطلسي. روسيا تفهم بأن هذا التصعيد هو آتي من قبل تنظيم حلف ناتو، وأمريكان هم أم بيأججوا هذا الأمر. القلق الروسي هو موجه أكثر شيء لدول الغرب برئاسة أمريكا وليس لتركيا. فالتعاون ما بين تركيا وأوكرانيا هو ليس شيء جديد، فروسيا تتقبل. عفوا سيدة سبونينا على المقاطعة، ولكن نريد أن نفهم ويفهم المشاهد روسيا كيف تنظر إلى هذه المحاولات التركية للكسب، لأنه أيضا نائب رئيس وزراء القرم جيورجي مرادوف يقول أن تركيا تحاول من خلال تحركاتها باتجاه أوكرانيا أن تحقق مكاسب إقليمية. ما هي هذه المكاسب التي تسعى إليها تركيا من خلال التقرب من أوكرانيا ودعم منصة كييف؟ لا، روسيا لا تنظر لهذا الأمر من هذه الزاوية. روسيا تعتقد بأن التعاون ما بين تركيا وأوكرانيا هو أكثر شيء صناعي وليس إقليمي. أما الأجندة التركية تجاه شبه جزيرة القرم، نعم هي تأتي في إطار الأجندة الواسعة لحلف ناتو. فأما أنتم عم تلاحظوا الآن أنه لا أحد في روسيا ينتقد تركيا، لأنه هناك أيضا التعاون ما بين روسيا وتركيا، يوجد ويستمر التعاون الثلاثي ما بين روسيا وتركيا وإيران في سوريا. هناك مصالح ما بين روسيا وتركيا، التعاون الاقتصادي يتطور. فروسيا وقت تنظر لكل هذه الصورة بشكل شامل تحاول أن تكون حذرة، وبرأي القيادة الروسية حتبقى حذرة. هو أيضا سيدة سبونينا، لماذا نتحدث عن الدور التركي؟ هذا انطلاقا أيضا من الردود التي خرجت من شبه جزيرة القرم. أيضا في تصريحه مرادوف، نذكر أنه نائب رئيس وزراء جمهورية القرم أو جزيرة القرم عذرا، قال وعندما تحدث عن الحسابات الروسية التركية عذرا، قال أن هذه الحسابات أثبتت تاريخ عدم صحتها، وهي بالذات دفعت زعماء الدولة العثمانية نحو الانهيار. يعني وكأنه المسؤولون في شبه جزيرة القرم لديهم معلومات أو لديهم تحليلات بأن لتركيا مآرب أبعد من فكرة التعاون الثنائي مع أوكرانيا فقط. لا توجد مثل هذه التصريحات من قبل السياسيين الروس على لا، أنا أتحدث عن سيد جيورجي مرادوف. نعم، السياسيين في شبه جزيرة القرم هم يعبرون عن آرائهم، ولكن هذه الآراء لا تعبر عن موقف كريملين، فهذا أكيد. أما هذه التصريحات المنتقدة لتركيا هي
أيضا لها صبغة سياسية وتأتي في إطار الصراعات السياسية في شبه جزيرة القرم. نعم، واضح أن هناك انتقادات، ولكن على مستوى القيادة المركزية في روسيا يوجد نهج للحفاظ على العلاقة ما بين روسيا وتركيا، وروسيا تتمنى أن هذا الملف لن يكون سببا لتدهور هذه العلاقات. يعني أنت تتحدثين الآن سيدة سوبونينا أنه هكذا ملف لا يمكن أن يؤدي إلى تدهور في العلاقة ما بين روسيا من جهة وتركيا من جهة، وسيتم استكمال هذا التعاون الحاصل في أكثر من ساحة ما بين الدولتين؟ أكيد، وأنا أعرف ذكاء رئيس بوتين، وأعرف لأي درجة محترف وزير خارجية روسيا سيد سيرجي لافروف، ونفس الشيء شأن وزير الدفاع سيد شايغو. فهذا الحذر يبقى موجود، روسيا تنظر لهذا الملف بشكل منفرد، وروسيا لا تربط هذا الأمر بالتعاون ما بين روسيا وتركيا في مجالات أخرى، في ليبيا، في سوريا، وفي مجال التعاون الاقتصادي الثنائي. طيب سيدة سوبونينا، يعني أيضا لنخرج بخلاصات، الآن أفهم منك أن روسيا ربما حذرة أكثر من تحركات حلف شمال الأطلسي على مستوى البحر الأسود، وتنظر بطريقة مختلفة للتحركات التركية. نعم، ولنرجع لاجتماع حلف ناتو الأخير، حيث اتهم سيد بامبيو تركيا في التعاون أكثر من اللازم كما هو يقول مع روسيا، وهو أضرب مثال بصفقة S-400، وتركيا اشترت هذه المنظومة لدى روسيا، والآن مستعد للتشغيل هذه المنظومة رغم أنها عضو في حلف ناتو. فسيد أردوغان هو يتناور الآن مع الجميع، هو يتناور مع روسيا، مع دونالد ترامب في أمريكا، وفي نفس الوقت هو يحضر نفسه لعهد جو بايدن. وضعه غير سهل، ولكنه يفهم تماما بأنه حتى في أثناء تحركاته في البحر الأسود وفي أثناء تعاونه مع أوكرانيا عليه أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح روسيا وموقف روسيا. أنت أتيت على ذكر منظومة S-400 أيضا، أو عفوا الموقف التركي أو موقف الرئيس رجب طيب أردوغان مع وصول إدارة جديدة، إدارة الرئيس بايدن، إلى البيت الأبيض. هل تتوقعون أن تتغير سياسة تركيا سيدة سوبونينا؟ لأن البعض يقول أنه بايدن لن يكون متساهل مع الرئيس أردوغان فيما يخص بعض الملفات التي تجمع ما بين تركيا وروسيا. هل تتوقعون أن يغير من سياسته تجاه روسيا في عهد بايدن، في عهد الإدارة الجديدة؟ جو بايدن هو أكيد سياسته تجاه تركيا حتكون مختلفة، وهو أيضا حيركز أكثر على موضوع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ليس فقط في تركيا ولكن في السعودية وفي مصر. هذا يمكن حيسبب كثير من عدم الارتياح لدى رؤساء دول في الشرق الأوسط، أو على الأقل بعض الدول. فبهذا السبب أيضا رئيس أردوغان حيستمر في علاقته مع روسيا، ويفهم بأن روسيا أصبحت قطبا مهما ولديها مصالح في الشرق الأوسط. روسيا عادت لهذه المنطقة، لا أحد يستطيع أن يهمش هذا الدور الروسي أبدا، هذا مستحيل. بالعودة إلى منطقة شبه جزيرة القرم والبحر الأوسط سيدة سوبونينا، في سؤال أخير، إلى أين يمكن أن تؤدي هذه التحركات لحلف شمال الأطلسي بالتعاون مع تركيا؟ نتحدث عن تحركات لحلف شمال الأطلسي بالتعاون مع أوكرانيا، بالتعاون أيضا مع تركيا، والحديث عن تحشيدات عسكرية في تلك المنطقة. إلى أين يمكن أن تصل الأمور، خاصة ونركز ونشدد في الأيام الأخيرة من عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا ما كنت قد بدأت به حديثك في المشهد الساخن؟ نعم، دونالد ترامب الآن يريد أن يؤجج وين ما كان، ولكن المساحة يمكن أكثر اتساعا أمامه هي المساحة الشرق الأوسطية وليس البحر الأسود. هم يفهمون بأن روسيا الآن أصبحت دولة قوية في عهد رئيس بوتين،
يمكن هم لن يغامروا أكثر من اللازم، فنتمنى أن هذه التحركات هي تبقى مؤقتة، ولكن علينا أن لا ننسى أن حلف شمال أطلسي لديه أجندة طويلة الأمد، فلابد من أن نعود لهذه المواضيع فيما بعد. شكرا جزيلا لك مديرة مركز آسيا والشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سيدة إلينا سوبونينا، حدثتنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو. على جبهة مأرب اليمنية خسائر متراكمة للتحالف السعودي والقوات المدعومة منه، فيما تواصل القوات اليمنية تقدمها. منطقة نخلاء وأجزاء من منطقة السحيل غرب المحافظة باتت تحت سيطرتها. تقدم استراتيجي حققته القوات اليمنية على جبهة مأرب في الأسابيع الأخيرة، قبلته واشنطن بتجديد الحديث عن إدراج حركة أنصار الله على قائمة الإرهاب، وهو أمر قد يحصل هذا الأسبوع وفق وسائل إعلام أمريكية. فهل تتسابق إدارة ترامب مع الزمن قبل تولي بايدن الرئاسة؟ عن هذا الموضوع مشاهدينا سنسأل محلل الميادين للشؤون العسكرية والأمنية شارل أبي نادر، ومعنا من شمال لبنان. أستاذ شارل أهلا بك. مباشرة، بأي ذريعة يمكن القول بأن حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى إدراج حركة أنصار الله على قائمة الإرهاب؟ وهل يمكن ربط الموضوع بالتطورات الميدانية في اليمن خاصة في مأرب؟ مساء الخير. نعم، يعني عبد الرحمن، هناك اتجاهان لهذا الموضوع. أولا، هناك اتجاه يتعلق بالميدان بمعركة مأرب بالتحديد، وهناك اتجاه يتعلق بال يعني الانتقال بالسلطة ومحاولة من الرئيس ترامب خلق مستنقع آخر أو تعقيد المشهد اليمني أو مشهد التحالف أو مغطس التحالف السعودي العربي في اليمن من خلال إدراج حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية. نتكلم بداية عن المشهد الميداني الأساسي. أنا بتقديري هذا من باب الضغوط، لأن مأرب هي على قاب قوسين من أن تسقط. جميع المعطيات الميدانية توحي بذلك أو تؤشر بذلك. هناك يعني اقتراب واختراق أكثر لآخر خطوط الدفاع الرئيسية والأساسية لمدينة مأرب. كنا نتكلم منذ عدة أيام عن معسكر ماس الذي سقط في الأسبوع الماضي، صحيح، معسكر تداوين الذي يوجد به آخر غرفة عمليات للتحالف استهدفت ودمرت بشكل كامل. كان يبدو أن الضغط سوف يكون من شمال غرب، يعني من طريق مفرق الجوف على معسكر ماس باتجاه مأرب. يبدو أن جيش ولجان الشعبية ينفذ الآن مناورة لافتة وجريئة، هو يتقدم من المحور الغربي مباشرة من صرواح باتجاه مدينة مأرب من الجهة الغربية كاملة. هذا التبدل في المحاور أعتقد أنه فاجأ وحدات التحالف وقوات هادي، وهي الآن كما يبدو هناك انهيارات، هناك تقدم سريع. طب عفوا شارل، عذرا على المقاطعة، ولكن سؤال، ما الذي يعني بما أنك فتحت هذا الموضوع، موضوع التقدم على الأرض باتجاه مأرب خاصة بعد سقوط معسكر ماس الاستراتيجي، ما الذي يعنيه سيطرة القوات اليمنية على مأرب؟ مدينة مأرب عبد الرحمن هي تقريبا المدينة الأخيرة في الوسط الشرقي اليمني الذي يتمركز به أو يسيطر عليه وحدات التحالف وقوات هادي. بمجرد سقوطها أولا من الناحية العسكرية تسقط نقطة الارتكاز الرئيسية في الشرق للتحالف، هذه نقطة أساسية. تصبح صنعاء ومناطق الجوف ومناطق البيضاء جميعها محررة، وليس فقط محررة، جميعها محمية ولم يعد من مجال لأي عملية هجومية، وكأننا نقول أنه في الداخل تنتهي أي إمكانية للتحالف عن التقدم أو عن السيطرة بأي اتجاه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الوصول إلى مأرب ميدانيا يفتح الباب شرقا باتجاه حضرموت إذا أراد وحدات الجيش ولجان الشعبية وأنصار الله، وأيضا يفتح الباب باتجاه شبوة باتجاه جنوب غرب، وهذه نقطة مهمة أساسية باتجاه الساحل، ويكون قد وضع يعني وضع قوات الجيش والتحالف قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية وأنصار الله نقطة ارتكاز هجومية إذا أرادت التقدم وإعادة الأمور إلى البداية من ناحية الهجوم باتجاه الجنوب. هذا من الناحية العسكرية والميدانية. من الناحية أيضا الاقتصادية، مأرب تعتبر نقطة يعني نفط مهمة وأساسية
في الشرق اليمني، وهي مهمه لمنطقه صنعاء ولحكومه صنعاء وللمناطق التي تسيطر عليها صنعاء، لذلك تاتي هذه الاهميه الكبرى طيب. الان. وبما انه هذه الاهميه العسكريه هي التي ترتبط ربما بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي يتم ترويج له في الاعلام الامريكي بادراج حركه انصار الله على لائحه الارهاب، ما الذي يعنيه إدراج الحركة شارل على لائحة الإرهاب، وهل سيؤثر عليها؟ بماذا تتأثر حركة أنصار الله بمثل هكذا قرار أمريكي؟ يعني عمليا بما ان يعني اليمن تقريبا محاصر، لن يتغير شيء في هذا الموضوع من ناحيه الاسلحه، من ناحيه العلاقات مع الدول، من ناحيه الخارج، من ناحيه المرافق. الذي يتغير هو ان يعني هناك نسبه كبيره من المساعدات التي تدخل من الامم المتحده ومن دول اخرى الى المناطق اليمنيه، هذه المساعدات سوف تتاثر، لان المناطق التي تسيطر عليها حركه انصار الله وجيش ولجان شعبيه سوف تكون تقريبا بالنسبه لهذه المنظمات الدوليه هي مدرج على لوائح الارهاب، سوف يكون هناك صعوبه في التعامل معها. هذا طبعا سوف يؤثر على الوضع الانساني، والذي يعني كانت تمده او تعطيه هذه المساعدات اخر يعني مساعدة أو آخر إمكانية. يعني هو زيادة ضغط يمكن أن نفهم على الشعب اليمني، زيادة ضغط وحصار على الشعب اليمني فقط. طبعا هو زيادة ضغط على الشعب اليمني وحصار، وهو من الناحية الإنسانية هذا يتعلق أيضا بهناك يعني متطلبات صحية جد ضرورية هي بدأت تكون مفقودة في اليمن، هذا طبعا سوف يؤثر على الموضوع. هو لن يغير كثيرا في الموضوع العسكري، لا بالعكس، سوف يجعل حركة أنصار الله والجيش واللجان الشعبية لديهم قرار والتزام أكثر بتحرير مناطق أخرى من اليمن وبالضغط أكثر. من هنا قلنا عبد الرحمن أن هذا الموضوع سوف يعقد المشهد، خاصة أن الأمم المتحدة هي لم يعني تنتبه الآن إلى أن لا يجوز الضغط الإنساني على الشعب اليمني، ولكن هذا الموضوع يرتبط بالعملية السياسية التي تريد هي أن تكون تقريبا مرتاحة، وأن لا يكون هناك نقاط نفوذ قوية لجيش ولجان شعبية وأنصار الله في هذه يعني الحرب تقريبا التي تشن على اليمن. في حال اتخاذ هذا القرار من قبل إدارة ترامب في الأيام المتبقية لها، هل سيكون ملزم لإدارة بايدن، أم أنه بايدن الرئيس الجديد بإمكانه أن يعود ويخرج من هذا القرار عبر قرار رئاسي؟ هذه القرارات بالاساس يعني تصدر عن باقتراحات يعني من وزاره الخزانه، وزاره العدل، وزاره الخارجيه الامريكيه، يصدق عليها الكونغرس. طبعا سوف يكون هناك امكانيه يعني الى الخروج، خاصه ان اغلب القرارات المتعلقه بالسياسه الخارجيه او بالنفوذ او بالعلاقات مع الدول تقريبا الكونغرس حتى لو لم يكن متوافقا بشكل كامل مع الرئيس، هو يترك هذه القرارات للإدارة الأمريكية، لأنه يعتبر أن هذه أمور إجرائية تتعلق بالعلاقة الخارجية بالنفوذ. وأيضا حتى لو لم يوافق الكونغرس، لديها الإمكانية الإدارة الأمريكية على التحايل على هذا الموضوع والسلوك بأي قرار. لذلك من الممكن جدا أن هذا القرار سوف يتم إلغائه، خاصة أن الديمقراطيين بشكل عام هم ضد هذا القرار، وأيضا هم ضد بشكل عام العدوان على اليمن كما هو يحدث الآن مع إدارة ترامب. شكرا جزيلا لك شارل أبي نادر، محلل مدين للشؤون الأمنية والعسكرية، حدثنا مباشرة من شمال لبنان. مشاهدينا فاصل، نعود بعده للمشهدية، أبقوا معنا. يوم للجميع، هكذا أرادته منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تجديد الدعوة إلى تكريس الفهم بأن الإعاقة جزء من حالة الإنسان، وعلى درب تحصيل الحقوق نضال طويل نحو إشراك الجميع في جميع جوانب الحياة والتنمية. المعركة من أجل الحقوق مشاهدينا نتوقف عندها مع ضيفينا من النبطي في جنوب لبنان، رئيسة جمعية المنى التخصصية ناهدة خليل، ومن حمص مع المدير العام ومؤسس مركز نور الوادي الدكتور ألبير عبد المسيح. أهلا بكما ضيفينا في المشهد الاجتماعي. نبدأ معك سيدة ناهدة، نريد أن نعرف منك بداية كيف بدأت فكرة جمعية المنى، وما هي أبرز الأعمال التي تقومون بها؟ أول شيء مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. مساء النور. جمعية المنى التخصصية نشأت الفكرة لأنه كنت أنا أنجبت ولدين وكانوا صم، وجربت كأم أني أشتغل مع أولادي وحسيت قديش فيها معاناة،
فبلشت الفكرة عندي إنه أنا مثل باقي الأمهات لازم كافح لأقدر أوصل رسالة إنسانية، وقديش فيني ساعد، وخاصة إني أم بعاني مثل ما باقي الأمهات بعاني. ومن هون نشأت فكرة إنشاء الجمعية، وصرنا تقريبا بلشت بهيدا الشغل أنا من سنة 1999، بس عملت الجمعية سنة 2005. والحمد لله هلأ الجمعية يعني بتقدر تقول بتضم الله شي 250 ولد. نحن منهتم بالولاد اللي عندهم صعوبات تعلمية، احتياجات خاصة بكل أنواعها، وعندنا كمان قسم للأحداث. طورت شغلنا طبعا مع وزارة الشؤون الاجتماعية، فعم نقدر عم نجرب خلينا نقول نقوم بأفضل الطرق التعليمية والتأهيلية لنساعد هيدي الفئة من المجتمع على الاندماج وتطوير قدراتها. طيب سأعود إليك بعد قليل أيضا لنسألك سيدة ناهدة، إذا كنتم قد نجحتم بهذه الخطوات التي تتفضلين وتتحدثين عنها، ولكن قبل ذلك دكتور ألبير عبد المسيح، لفتني أنه حضرتك دكتور أسنان، مع ذلك توجهت إلى العمل الاجتماعي وإلى الاهتمام بأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. ما الذي أخذك دكتور ألبير كطبيب أسنان إلى ذوي الاحتياجات الخاصة؟ ما الذي دفعك إلى ذلك؟ أولا مساء الخير، وشكرا لكم ولكل المشاهدين. أنا طبيب أسنان صار لي من سنة 80، والحمد لله لهلا أنا عم بشتغل بطب الأسنان، عيالي شغالي كمان. يعني طب الأسنان هو الأساس مشان الواحد يقدر يعيش، يعني يعيش عيلته، لأنه أنا شغلتي مع الإعاقة هي عبارة عن هي عمل خيري بدون مقابل. أنا بديت فيها من الثمانينات، كان في الأب الشهيد الأب فرانس مع اليسوعية، كان في مركز الأرض عبارة عن مركز كبير وبدينا فيه معه، وهو دخل بعقلي. يعني شخصين هني الأب فرانس وفي الأب سامي حلاق، هني كانوا سبب أنه خلوني يفوت أنا بهالباب. وبعدين حلو كل إنسان يكون في بحياته جانب خيري. يعني هو المشكلة أنه للي بيفوت مع ذوي الإعاقة أو مع ذوي الاحتياجات الخاصة، لما بتفوت بهالباب إذا عن دافع شخصي ولا عن شكل خيري، مو عن شكل وظيفي مقابل مبلغ مادي شهري، لما بتفوت فيه عن شكل طوعي ومن قلبك، بصراحة بقول لك ما بتقدر تطلع منه، كل ما لك تتعمق فيه. لماذا؟ حتى ممكن بتحس انت بالخير، بتحس خاصة لما بتلاقي فيه نتائج. هدول انسان طيبين بصراحة، يعني بقول لك انا بفضلهم عن اي شيء. يعني طيبي فيهم دائمي. الإنسان العادي ممكن يكون طيب، قد يتغير بظروف معينة، بأحوال معينة، ولكن هالفئة من الناس ما بتتغير، بتتم الطيبة فيها متأصلي. ولما أنت بتحس إنه هدول أنت عم تقدر تساعدهم، عم تقدر تشيلهم، طبيعي بدك أنت تم موجود بهالخط هذا. وبصراحة بقول لك إذا فت فيه من شكل داخلي، من نابع إنساني داخلي، ما فيك تطلع منه. على كل حال هذه الفئة من الناس دكتور ألبير هي موجودة مشاهدينا في كل بقاع الأرض، لذلك هناك يوم عالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. الأم نسيمة من الجزائر عاشت التجربة مع ولدين من ذوي الإعاقة، كافحت وجهدت لتوفير الحد الأدنى لعائلتها وسط إمكانيات ضعيفة. نتابع هذه التجربة. كي جا محمد، زاد عندي محمد، اكتشفت انه مريض، نكذب عليه كي بكيت. صح في الاخير استخرت، صليت وحمدت ربي وشكرته على النعمه تاعو اللي طاها لي. بعده جا رمزي الحمد لله عادي كامل. بعد رمزي زاد جا ياسر نفس الحاله تاع محمد خوه، عادي بالعكس ما عندي مشاكل معاهم. يعني حاجه واحده برك يغيظوني بزاف، يغيظوني على جال يمرضوا ما يقدرش يقول لك بلي هاي وجعتني ضرستي ولا راسي ولا كل شيء ولا وشنو. الام والاب عندهم احساس. المنحه ما كاش دوك نعم. محمد 20 سنه ملي كان في عمره 18 سنه وحنا نجرو مع الاجراءات تاعو، هذه محكمه، هذه مدنه، هذه منايا، حتى وصل ل 20 سنه. كي وصل ل 20 سنه الكارنيه تاعو طاولو طاولو كل حاجه، الدوسي تاعو حصل في وزاره الماليه، ما نعرفش عارف واش كاين حتى الان، ما عندوش منحه. يلي ربي رزقه بهذا غير رزق حبه ورزقه بالنعمه
يسكن بالنعمة في الدنيا وفي الآخرة. يعني يسكن في الدنيا بالنعمة ويشوف صبرك، هذاك الصبر راه نعمة في يوم الآخرة. أنا على بالي إن أي واحد يقولوا لي هذو جنة وهذو، أنا عارفة بلي جنة، على بالي بلي جنة وعلى بالي، وماشي على جال هذيك بركة. الكبدة، كبدة الأم والأب، ما تخليش ولادها. يعني ماذا عسانا أن نقول أمام هذه المشاهد؟ كل التحية للأم نسيمة من الجزائر. أعود إليك سيدة ناهدة، تحدثت أنكم تقومون بالكثير من الأعمال لمساعدة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، هل توصلتم إلى نتائج من خلال هذا العمل؟ وكيف تقومون على عملية دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع؟ لأنه عادة للأسف أنه بعض أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبة بسبب المجتمع في إمكانية الاندماج في المجتمع. نحن تقريبا يعني الطريقة اللي اشتغلنا فيها مع الأولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالدرجة الأولى خلينا بعض الأهل هن يتقبلوا مشكلة أولادهم ليقدروا يساعدوهم، وخلينا الولد يشعر بالثقة بالنفس، وخليناه يشعر أنه هو شخص مثله مثل غيره، وإله حق أنه يتعلم، وإله حق أنه يتدرب، وإله حق أنه يمارس حياته بشكل طبيعي. وعندنا كتير أولاد قدروا يندمجوا وراحوا على معاهد مهنية، وفي عندنا تلاميذ وصلوا كمان للجامعات. فهلأ في صعوبة أنك تقدر مع المجتمع كامل أنه يتقبلهم، بس كلياتنا إذا جربنا وإذا الإنسان نفسه تقبل المشكلة بيفرض على الآخرين أنهم يتقبلوا بالرغم من رفضهم لهالموضوع. فأنا بعتبر أنه العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم حقيقة في نوع من المتعة أو السعادة يلي صعب الواحد يقدر يوصفها حقيقة، لأنه بيعلموك إذا أنت كنت بحاجة لحب روح لعندهم تاخذ الحب. يعني هذا يتطابق مع أيضا ضيفنا من سوريا دكتور ألبير الذي تحدث عن نفس النقطة 100% 100%. يعني في سعادة بتاخذها بوجودك معهم مش موجودة بالعالم الخارجي. الصدق الموجود معهم بخالف النفاق الخارجي، بحسسوك بقيمة العمل اللي بتعمله معهم. يعني لما بيكون بإيدك ولد مثلا توحد وانت لأنك ساعدته بيمسك إيدك وببوسه أو بيعبطك أو بحسسك بالشكر والامتنان، حقيقة أنا بعتبر حالي الله فضل علي أني عم بشتغل معه. دكتور ألبير، هل تواجهون صعوبة في موضوع مواكبة ذوي الإعاقة في سوريا؟ الأمور تتشابه أيضا في سوريا كما في لبنان، وإلى أي مدى المجتمع أحيانا قد لا يساعد كثيرا في عملية مساعدة هؤلاء يعني ذوي الإعاقة في عملية الاندماج بالمجتمع؟ هلا خلينا نقول شغلي أنه 3 كانون اللي هو اليوم العالمي لذوي الإعاقة أو لذوي الاحتياجات الخاصة، هو ما بس لهدول الشعب، لهدول الأشخاص، هو كمان للإنسان العادي. وهذا اليوم عملوه بالأمم المتحدة مشان يحس الإنسان العادي أنه يتقرب من هالشخص اللي هني عم يسموه أنه في عنده مشكلة، يتقرب منه ويوقف جنبه ويحس فيه، ما يتم بعيد عنه، لأنه هذا الشخص هو كتير بيكون مبسوط وكتير بيكون سعيد لما بتكون أنت جنبه. يعني ما بدنا ننسى انه هذا هو ابننا، يعني هو ما له ذنب بالشيء اللي صار فيه، ولد هيك. يعني مثل ما قلت لهم امبارح انه نحن دمنا بعروقه، هو بيكون مبسوط بس نكون جنبه، واذا كان بعدنا عنه نحن بنزيد اعاقته ونحن كثير بنضايقه. بقى المجتمع كل ما كان هو كويس كل ما كان هذا ساعدنا نحن. ما تنسى انه هو جزء منيح من المجتمع، مثل ما تو انت قلت نسبه من 2 ل 3% ايام، في بعض المجتمعات بتوصل ل 9 ل 12%. يعني هذا جزء من هالثوره البشريه تبعيك البلد. واللافت دكتور ألبير انه عاده يعني ذوي الاعاقه عندما يتم الاهتمام بهم يبدعون، يعني هناك الكثير من النماذج، يعني يكون لديهم مواهب وقدرات ليست حتى موجوده عند اي شخص اخر. يعني انا بتمنى امبارح يكون حدي، بس نحن عملنا امبارح معرض وعملنا فعاليه بهالمناسبه. الشغل اللي طلع منهم بالفعل كان مذهل، يعني كل مين كان موجود بجامعه الوادي وشاف الشغل اللي نحن عملناه ما يصدقوا.
مزيل. وانا بقول لك انه هي الاعاقه، نحن للانسان عما بس ننظر لاعاقته، هو حالي هو، يعني هو ما له مرض، هو في عنده طاقه كبيره، اذا كان نحن هالطاقه وظفناها بيفعل المستحيل، بس وايام كثير بيبدع جدا. في كثير من العباقره اللي نحن بنعرفهم بالعالم في معهم اعاقه، بيتهوفن مثلا ما في ولا عنه واحد منهم، يعني في ناس كثير الاعاقه تبعيتهم بتعطيهم طاقه، والطاقه بتفعل هي المستحيل وبتحطم الاعاقه تبعيتهم، وممكن يبدع اكثر من انه الانسان السوي. ونحن فتحنا هذا الموضوع مشاهدينا نذكر لانه يصادف اليوم، هو اليوم العالمي لذوي الاعاقه. سيدة ناهد، هذا اليوم ما هي اهميته بالنسبه اليكم، وهل يلفت النظر بالنسبه للمجتمع؟ هل يلتفت الناس عندما يعرفون انه هذا اليوم هو يوم العالمي لذوي الاعاقه، هل يلتفتون الى هؤلاء ويؤثر فيهم برايك؟ أكيد بدي أثر ببعض الأشخاص، خاصة إذا الأشخاص الإنسانية عندهم كانت عالية أو الحس المسؤولية كانت عالية عندهم. يمكن هيدا اليوم مهم ليضل يذكر المجتمع بأهمية الاهتمام ودايماً أعطاء الوقت والجهد وتأمين، خلينا نقول مساعدتهم على الاندماج بالمجتمع. أنا بعتبر هيدا اليوم هو يوم كتير مميز، لأنه لازم دايما يكون في تذكير للمجتمع بشكل عام أنه نحن موجودين، نحن عنا قدرات، نحن بحاجة أنكم أنتوا تساعدونا وتوقفوا معنا وتتذكرونا. فبعتبر هيدا اليوم كان يوم كتير له أهميته بحياة بوجود الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا. بتمنى أكيد من المجتمعات كلها دايما نحن نطور حالنا لنوصل لقدرات أولاد ذوي الاحتياجات الخاصة. وهذه شهادة منك أنت سيدة ناهدة، وأنت خبيرة في هذا المجال. شكرا جزيلا لك سيدة ناهدة خليل. كنا قد ذكرنا بأنك رئيسة جمعية المنى التخصصية، وشكر أيضا لك دكتور ألبير عبد المسيح المدير العام ومؤسس مركز نور الوادي، حدثتنا مباشرة من مدينة حمص في سوريا. مانشستر يونايتد أمام خيارين، أحلاهما مر، هو رهينة بيد هاكرز اخترقوا نظامه الإلكتروني ويطالبون بفدية، غير أن الرضوخ لإرادتهم يعرض النادي لمشكلة من نوع آخر. كيف ذلك؟ فلنتابع التفاصيل أولا. الحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا معنا الخبير في الكرة الإنجليزية وعميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية دكتور أنور كوثران. دكتور أنور أهلا بك. لافت أن يتعرض مانشستر يونايتد لعملية اختراق كهذه، هل اكتشف النادي من هي الجهة المخترقة أو تم تحديد مكانها بداية؟ مساء الخير. أول شيء من الأكيد مانشستر يونايتد نعم، بس خلينا نصوب الموضوع أنه مش بس مانشستر يونايتد، 70% من كل الأندية أو مؤسسات الرياضية يخترقون بالسنة. هي أول شيء. ثانيا مانشستر يونايتد حسب المعلومات من الداخل تبين أنه بعد 3 أيام لتبين أنه تم اختراق النظام بقلب إدارة مانشستر يونايتد على جبهتين. أول جبهة كانت هي على البريد الإلكتروني لكل الإداريين بطلوا يقدروا يستخدموا البريد الإلكتروني، وثانياً هي والأهم أنه في معلومات أساسية بقلب النادي اختفت. ما هي هذه المعلومات دكتور أنور؟ خاصة أنه من اخترق مانشستر يونايتد إلكترونياً يطالب اليوم بفدية ومبلغ كبير جداً. المعلومات أنت بتعرف من البيان اللي طلع من نادي مانشستر يونايتد انه مش مأكدين بعد، لا مأكدين انه اي نوع من المعلومات، خاصه ركزوا على جهه او
دائرة من المعلومات هي بيانات مشجعين مانشستر يونايتد، هذا نحكي فيها بعدين، بس الأكثر شيء بعتقد هني الأكثر شيء خطرك هو النظام، ما يسمى السكاوتينج سيستم بقلب مانشستر يونايتد، وهيدي ركيزة أساسية بقلب نادي اللي بتضمن كل الإحصاءات من أوكتو 7 الشركة اللي بتمولهم، وتاني شيء بتعطي كل البيانات اللاعبين علميا على الداتا اللي بتبرمجه من الداتا إلى معلومات. هيدي الداتا هي أكثر شيء اخترقت، ولكن لنظام أو هذا الجهة المحتملة هن لحديت هلأ هن ثلاثة، يعني إذا بدنا نحكيهم ما معروفين بعد مين هن الجهة الأساسية، عادة هن في ثلاث جهات بتكون مش معروف أي واحدة منهم، ولكن الواضح اللي صاير هلأ حالياً بمانشستر يونايتد إنه هني مش عارفين مدى الأذى أو الخسارة هاللي النظام اللي مخترق وشو البيانات هاللي تم اختراقها. طيب هذه البيانات دكتور أنور بماذا تضر النادي؟ يعني ألا يستطيع النادي أن يجدد هذه البيانات؟ نريد أن نعرف كي نفهم أكثر هذا المشهد، خاصة كما نذكر إنه من اخترق اليوم يطالب بفدية وهذا غريب نوعاً ما. هلأ هيدي أحدى أول شيء من الوسائل أنه بيطلب فدية، وهيدي الأخطر شيء من الهاكز، بس نحن ما رح نسميها هاكز، رح نسميها هيدي مجرمون أو بسموه كريمينال هاكينج. شو نوع الفدية اللي طلبوها؟ هي المبلغ مش محدد، ولكن لما بيقول مانشستر يونايتد أنا مستعد أدفع الفدية، يعني دليل قديش قيمة هالمعلومات هاللي اختفت عن النظام على السيستم. أول شيء في تكهنات السيستم، سكاوتين سيستم انمحى راح، وهذا شو بتأثر تداعياتها؟ أول شيء على مدى المنظور بتأثروا على الانتقالات الشتوية اللي جاية بعد شهر من هلأ بواحد 1/2021، هيدا ضرب بصميم إنه نادي مانشستر يونايتد هلأ عنده أزمة كبيرة بهذا النتيجة أو النتاج على مدى القصير. على مدى الطويل ما بنعرف بعد شو هي التداعيات، وخاصة أنه هو الآن بحاجة إلى لاعبين جدد، وخسر بالأمس من باريس سان جيرمان ب3-1 وعنده أزمة. يعني المهم أكمل، هو الأزمة موجودة من بداية السنة، ولكن هلأ شو المطلوب؟ يونايتد كان مستعد يدفع الفيديو دليل، وفي معلومات أخطر من هيك، هن الإيميلز. الإيميلز هل البيانات الإيميلز بتفضح أشياء بمانشستر يونايتد؟ هيدا اليونايتد مصر يكتمها. هلا اجى له تهديد او اجى له تنبيه من دائرتين، الدائره الاولى من هو من لندن انه بيصير في غرامه عليهم، بس بما انه مانشستر يونايتد ممتلكه من عائله امريكيه جليزر فاميلي وهن امريكان ومسجل يونايتد ببورصه نيويورك، نيويورك ستوك اكسشينج، التريجري بنيويورك حتحملهم 9 مليون، هي اول شيء. واذا تبين تبين انه بعد اللي مش مأكدين منه المعلومات الداتا عن مشجعين مانشستر يونايتد عالميا، هيدا اختراق فادح، انه يونايتد ما كان عنده بروتوكول للحمايه، فاذا هيك 9 مليون اضافه صاروا 18 مليون او 2% من مدخولات مانشستر يونايتد عالميا. طب يونايتد مأزق وأزمة. طيب دكتور، ولكن لافت أيضا تدخل وزارة الخزانة الأمريكية أنه سيتم إصدار غرامة مالية كما ذكرت قبل قليل، وزارة الخزانة ما دخلها؟ عم تحكي أنت لما بتكون فلوتينج الشركة معومة بنيويورك اكسشينج، يعني ما أنت مرتبطة مباشرة بخزان التريجري أوف ذا يونايتد ستيتس، هي أول شيء. ثانيا يعني معناتها الداخل والخارج بده يكون تحت رقابة الخزانة الأمريكية which is the treasury. So هيدي النقطة اللي كانت أكثر شيء يونايتد عندهم أزمة فيها بهالنقطة. طيب دكتور، من خلال متابعاتك والمعطيات والمعلومات التي لديك، مانشستر يونايتد هل سيخرج سالما من هذه الأزمة؟ البيان هاللي هو مقتضب جدا we are not sure، يعني استعملوا شغلتين we are not، النفي ما بيجي ببيان على طول، بيان لازم يكون تأكيد إنه إحنا مأكدين إنه رح نطلع من هالأزمة وفي عنا فريق عمل عم يساعدنا، بس استعمال كلمة not تحت بعلم التواصل بقلب بيان مقتضب إنه هني مش مأكدين شو نوع الخسارة. أكيد هلأ مدى المنظور القصير من هلأ لكانون الثاني في عملية تجميد لشي ما يسمى انتقالات الشتوية لمانشستر يونايتد، هيدا له تداعيات على شو مسار من كانون الثاني. هلأ حجمه ببين، قبل ما نقول الحجم، العملية صارت ب 20 نوفمبر، اكتشف
يونايتد ب 23، البيان طلع ب 29، يعني معناتها 9 ايام تخبط بقلب نادي مانشستر يونايتد لتدخل الناشونال سايبر سيكيورتي بقلب لندن ليتدخل ليساعدهم. قديش حجم هالكارثه بقلب مانشستر يونايتد؟ وعلما مش اول نادي هو بيكون، كان سيتي مانشستر سيتي تعرض لهيك اخطر من هيك. على كل حال هذا ما ستظهره الأيام والأسابيع المقبلة. شكرا جزيلا لك دكتور أنور كوثراني الخبير بالكرة الإنجليزية وعميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدولية، حدثتنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت. الشكر دائم لكم مشاهدينا على المتابعة. دائما للمزيد زوروا موقع الميادين في شبكة الإنترنت الميادين.net، ودائما تواصلوا معنا عبر صفحات المشهدية على فيسبوك وتويتر وإنستغرام. دائما سنرد عليكم ونتواصل معكم، وإلى اللقاء.